الموتيفيشن وعن الحوافز اللي كانت قبل المباراة، خاصة كأس العالم للأندية. كأس العالم للأندية يمكن النادي الأهلي هو النادي الوحيد في مصر اللي يمكن اشترك في هذه البطولة أكتر، يعني أعتقد المرة الخامسة، 5 مرات. فالمرة السادسة بالنسبة لك تمثل إيه؟ وخاصة إن البايرن ميونخ بعت يمكن على تويتر امبارح بيبارك للنادي الأهلي وبيقول لهم منتظرينكم في مونديال كأس العالم للأندية في قطر. احساسك ايه وانت هتلعب على مولر وبتفكر في الموضوع ده من دلوقتي ولا لما يجي وقته يعني؟ لا والله مش دلوقتي، اكيد لما يجي وقته، بس احنا اكيد كلنا مبسوطين يعني ان احنا رحنا كاس عالم الانديه وهنلعب وهنقابل بايرن ميونخ ان شاء الله يعني. ان شاء الله. فان شاء الله لو قابلناه بنعمل ماتش كبير باذن الله يعني. احنا واثقين من كده يعني. متاكد؟ واثقين والله من كده ان شاء الله. مولر يا حمدي. تقلقش. طيب ان شاء الله نعمل ماتش كويس. بس فاحنا كلنا بصراحه مبسوطين عشان الجيل ده كله يعني، تقريبا ما فيش حد غير يعني سعد ورامي وكابتن وليد سليمان بالزبط. بس يعني بس ما فيش حد تاني راح كاس عالم انديه او خد بطوله افريقيا، ما فيش غير الثلاثه يعني. فاحنا كلنا عندنا حافز كبير يعني ان شاء الله يعني. طبعا يبقى هدف اكيد اكيد ان شاء الله.